محافظ صلاح الدين يبحث مع وزير الداخلية خيارات وآليات تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي وتجفيف منابع الإرهاب. محافظ صلاح الدين يتفق مع النائب الدراجي على شراكة في الإصلاح ويشرف على افتتاح جسر تكريت وتأهيل طريق المحيط في بلد. الخباز يضع حجر الأساس لأربعة مشاريع جديدة في شركة أدوية سامراء، والكهرباء تقر مشروعا للطاقة الشمسية في الشرقات بقدرة 200 ميجاوات. مراقبون يصفون العودة لخيار البيت الشيعي عنوانا للانسداد السياسي، والخلافات على رئاسة الوزراء تحدد ملامح النفوذ، والغانمي يكشف عن بيع أرقام مميزة بمليون دولار.